اسمع صوتك. برنامج الانتخاب اليوم راح يتكلم عن 4 نقاط أساسية، وهي البطالة والاقتصاد والصحة والتعليم. حاولت أن أربطها مع شعاري الانتخابي، وهو غد مشرق نحو أمن واستقرار. اشتراط كل مستثمر يفتح استثمار معين أنه هو يوظف عدد معين من البحرينيين في هذا الاستثمار الموجود عنده. في نفس الوقت احنا عندنا مشكلة ثانية، العلاج في الداخل والعلاج في الخارج. هذه البطاقة المقدمة ما راح تقدم لنا أي مزايا في الخارج. المشاكل تصب في مصب واحد، وأنه التعليم العالي بدأ يشكل لنا مشكلة جدا كبيرة في تعامله مع الجامعات أو مع المدارس. حكم ضميرك، اختار الأكفأ، اختار الأنسب والأصلح. اقرأ، اتعلم، استفيد، ناقش.